سيدي الآن تجزم بأنه الكل، أنه لازم أنت إذا هيك نريد نحكيها بالعامية، يعني لازم أنا ما كل يخالف، الدرجات لو لا ما أقدر يخالف. أتنازل عن الناقد. تفسير استقلالي يسموه، شلون الآية مثلا تفسرها استقلالية عن الآية الثانية. نعم هذا العمل هم فسرها استقلالية، مثلا أنت لا تكذب، يمكن أن تأمر بعدم الكذب. أنت لا تشرب الخمر، فأنت تأمر بشرب الخمر. ها. مثلا يعني هاي وحدة، تأمر بعدم شرب هاي الخمر، تنهى. وحدة الموضوع سيدي. مثلا. يعني الشخص اللي أنت مثلا ليفرض تارك الصلاة أو ما مقيم الصلاة ممكن أنه، ما تأمر بالصوم. أحسنت. الآن في مجال الصلاة أنت تقول أنه لا بأس، بأنه ممكن أنه ممكن، تأمر، لكن أما الصوم في أنت لا تصوم وتأمر بالصوم لا. مثلا تكذب وتأمر بالصديق مثلا، ما ممكن. إذن وحدة الموضوع في هذا ممكن الجانب. ممكن، بس طبعا كل ما زاد يصير رقيب وتكامل أكثر. طبعا بالتأكيد. الكامل المتكامل يمكن أن يأمر بكامل الأمور لو نعم. صح التعبير، أفضل بكثير. ومتكامل بعضا يأمر بما هو شنو صح التعبير، مثل المجتهد المتجزئ متجزئ. والمجتهد نعم. المجتهد نعم. الكامل، نعم. نعم. وهكذا. نعم. إذن هو الأفضل التكامل الكلي والتحصين الكلي والترك الحرام الكلي والأمر المعروف الكلي، أحسن. ومن ثم الانتقال إلى الأمر أكيد بالمعروف أكيد هذا والنهي عن الأفضل المنكر. والأحسن، والتفقه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب جدا حتى يطبق بصورة صحيحة.